السلام عليكم، واش فرصكم ان زايده كانت مع واحد الموعد مهم؟ عرفتوا زايده اللي هي كتواجد في اقليم ميدلت اللي معروفه بالشواء والبيع ديال التفاح، زايده المتواجده على ضفاف نهر ملويه واللي درنا لكم فيها تعريف سابق وكاينه في فيديو. اليوم زايده بعيده على الشواء واللحم، بعيده على التفاح. زايده كان فيها واحد الحدث مهم، هو المرور ديال سيارات البوغاتي هنا بمدينه زايده. سيارات البوغاتي اللي دارت واحد تورن ودارت واحد الدوره في المغرب، دوره شهيره من اجل اشهار السيارات ديالها. السيارات الاخوان والاخوات اللي كتوصل 2 الملاير 3 الملاير 4 الملاير 5 الملاير، المهم الشهر اللي ما تخلصش فيه ما تحسبوش. هاد السيارات هي اللي كتعد من اسرع سيارات في العالم. سياره مرات هنا في زايده، كانت عندها الاقامه في احدى الفنادق هنا قبل زايده وبعد زايده، ولكن المرور ديالها في زايده فجاء كمرور سيارة البوغاتي عبر مجموعة من المناطق بالمملكة المغربية. سيارة البوغاتي اللي دارت إشهار بدون مقابل، المرور ديالها خلى الناس يصوروها وخلى الناس يتفاعلوا معها وخلى الناس يديروا لها إشهار بدون مقابل. سيارة البوغاتي اللي كنعرفوها من بين أسرع السيارات، في انتظار سيارات أخرى، الفيراري، الماكرين، المرسيدس وإلى غير ذلك من السيارات الشهيرة والسيارات الغالية والنفيسة، ولما لا نشوفوا المازيراتي ونشوفوا الى غير ذلك، دايره واحد الدوره في المغرب من اجل اشهار سيارتها. اذا زايده كانت مع الحدث وزايده كانت مع الموعد، والمرور ديالها جاء على انها هي البوابه ديال جهه درعات فيلالت، هي البوابه ديال الاقليم ميدلت، هي منطقه استراحه، باحه استراحيه جبها الله على الناس القادمين والذاهبين من والى درعات فيلالت والى مكناس فاس والى الشمال والشرق والغرب والى كل مناطق المغرب، المعبر نحو مرزوقة والى غير ذلك. وكتعرف خلال هذه الفترة المرور ديال العديد ديال السياح نحو الاقاليم عاد فيلالت. اذا زايدة كتخص، زايدة تستاهل تكون حسن، ولكن كاين مشاريع ان شاء الله اللي غتنمي زايدة. ما ننساوش التي انساها المنتخبون ونتناساها السياسيون. في رعاية الله، القاكم، بالسلام عليكم.